والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، والله إنها من السعادة، لأن الذي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. المرأة الصالحة أول أمور السعادة، أربع من السعادة، أولها المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين السعادة في المرأة الصالحة، أنك تراها فتعجبك، لأنها تحرص على إرضاء زوجها، وإذا غبت عنها كنت آمنا على بيتك، آمنا على عرضك، فلست شقيا لا في داخل بيتك ولا في خارج بيتك. إن دخلت بيتك فرأيتها أعجبتك، وإن خرجت وتركتها أمنتها على بيتك، واطمأن قلبك على ما في بيتك. والمركب والمسكن الواسع كثير المرافق، قال العلماء: أي الذي فيه ما يحتاجه الإنسان، سبب للسعادة. والجار الصالح سبب في السعادة، لأن الجار الصالح إن رأى منك خيرا شجعك، وإن رأى منك سوءا كتم عليك ونصحك، فهو من سعادتك. أما الجار السوء والعياذ بالله فهو يفرح عليك بالشر، ويسوءه إن سمع عليك خيرا، إن أثنى عليك الناس قال: أنا جاره أعلم الناس به، ليس كما تعرفون، والعياذ بالله. والمركب الهني الذي يوصلك إلى ما تريد من السعادة، والمركب السوء الذي فيه بطء لا يوصلك إلى ما تريد من الشقاء. ومقصودي هنا أيها الإخوة أن نحرص على البيت الطيب بأهله، وعلى الجيران الطيبين، والجار الطيب يشترى بغالي الأثمان. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يغلون أثمان بيوتهم من أجل جيرانهم، وهذا من أعظم ما ينتفع به الإنسان وتستقر به الأسرة.